مع الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها المواطن على مدار السنوات اللي فاتت، زيادة في الأسعار، ضعف في الدخل، أيضا زيادة في الأعباء على المواطن سواء كانت أعباء معيشة أو زيادة في فواتير المية والغاز والكهرباء، زيادة في أسعار الأكل والشرب ومستلزمات المدارس، زيادة في عملية التداوي، زيادة في كل حاجة بيعيشها المواطن المصري على مدار 10 سنين. أعتقد الحاجة اللي كانت بخمسة جنيه قبل 10 سنين دلوقتي سعرها تجاوز 25 جنيه، يعني رفعت حوالي 5 مرات. بعض المستلزمات أصبحت في متناول المواطن الغني فقط، نسبة الفقر بدأت تزيد، الطبقة المتوسطة بدأت تتآكل، بقى عندنا فقراء وده عموم الشعب المصري، وأغنياء ودول بقى البهوات والبشوات أصحاب المعالي والسيادة، الضباط والفنانين والرياضيين وأعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشورى والجماعة اللي معاهم فلوس، دول طبقة صغيرة في الشعب لا تزيد عن 7%. أكتر من 70% من الشعب المصري الآن تحت خط الفقر أو بيقارب من خط الفقر. الطبقة المتوسطة اللي الناس بتوع زمان اللي كان بيقول لك الحمد لله مستورة وبناكل لحمة مرتين في الأسبوع وبنعمل جمعية عشان نجوز الولاد وجايبين شقة بالقسط ومش عارف بنشتري عربية بالقسط، لا دول ما عادش موجودين، دول دلوقتي بيحاربوا عشان ياكلوا عيش ويعيشوا ويعيشوا عيالهم من غير ما يستلفوا، بيحاربوا عشان يعلموا ولادهم في مدارس حكومية نظيفة ويدوهم دروس خصوصية نظيفة ويشتروا لهم كتب ومستلزمات دراسة ويجيبوا لهم الملابس عشان يعيشوا زيهم زي ولاد الأكابر. دول كمان بيحاربوا عشان يعالجوا ولادهم في مستشفيات خاصة، لأن الحكومة مع الأسف مستشفياتها الداخل فيها مفقود واللي خارج مولود، والدواء زاد 7-8 أضعاف وكمان مش موجود، والحكومة بتعمل سبوبة على قفا المواطن المصري. ظل الوضع الاقتصادي المتردد اللي حضراتكم شايفينه وعدم اعتراف الحكومة بفشلها في الملف الاقتصادي والفنجرة والبعزقة على الفاضي والمليان والحفلات والأفراح، بدأ نشوف زيادة في عدد المتسولين في الشارع اللي هم الشحاتين، الناس اللي كانوا زمان بينزلوا لما الدنيا تضيق في وشهم فيمد ايده ويقول لله، لكن دلوقتي اللي بيمد ايده ويقول لله موجود قدام الجامعه والجامع والكنيسه ومحطه القطر والمترو، موجود في الشارع وفي ملاعب الكوره، موجود في الاماكن السياحيه والكافيهات والمطاعم والمولات، موجود تحت البيت وقدام الشغل وقدام البنك، في كل حته كل ما تمشي تتكعبل في واحد واثنين وثلاثه، لو ما شاء الله جماعات ومجموعات وأفراد وعائلات فرشين الشارع وقاعدين على النواصي والإمام والكل مادد إيده بيقول لله. يمكن من المحافظات اللي بدأنا نرصد فيها هذه الظاهرة محافظة الجيزة، جالنا رسائل على مدار الكام يوم اللي فاتوا، الحقونا محافظة الجيزة أصبحت في كل شارع وكل زقاق عشرات المتسولين والشحاتين بيمدوا إيديهم ويقول لله. مش كده، أنت كمواطن ما تبقاش عارف هو ده فعلا محتاج ولا ده بياخد الفلوس يعمل بيها سبوبة، ولا ده فعلا عيان وبيقول عايز أعالج بنتي وأعالج نفسي، ولا ده كذاب. المهم اختلط الحابل بالنابل زي ما بنقول في محافظة الجيزة، يعني مثلا استغاثة من أهالي المهندسين لوزارة التضامن الاجتماعي بسبب انتشار ظاهرة التسول. أهالي المهندسين وهي من المناطق يعني اللي تعتبر من المناطق الراقية، أول شارع لبنان وطلعة الكوبري ودخول الميدان ونزول الكوبري وانت ماشي في أول المهندسين ونص المهندسين، بقى في نقط متمركز فيها الشحاتين، كل ما تتحرك تبص يمين شمال تلاقي شحات اتنين وبيجروا عليك، لو بمنتهى بقى ايه العشم واخدهم، اللي بيشد في هدومك واللي بيشد في الكيس اللي انت ماسكه واللي بيقف قدام العربية واللي بيوقف مراتك، مش هتعدي غير لما تدفع، وكأن الموضوع تحول لشبه الإتاوة بعد مناشدات من أهالي المهندسين، استغاثات من أهالي الجيزة، فاكسات وجوابات ومقالات. بدأت الحكومة تتحرك، وزارة الداخلية امبارح قالت انها قبضت على عصابة بيدورها احد العاطلين والاستعمال الناس او الاستعطاف الناس، ضبط احد المستغلين للاطفال في اعمال التسول في الجيزة. قال لك ان العاطل ده كان بيشغل شبكة مكونة من 18 طفل
وكلهم بيلفوا في محيط محافظة الجيزة، لا سيما الأماكن الأثرية وبعض الميادين وشارع الهرم ومش عارف بداية ميدان لبنان والأماكن دي. كمان تحقيقات النيابة كشفت إن الموضوع مش مجرد تسول من أجل الحاجة، ده العاطل اللي بيشغل ال 18 طفل عنده عربية وبيلف عليهم بالعربية بتاعته، وكمان شوف كده الخبر بيهددهم بالسلاح، ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بالجيزة. هددهم بالسلاح، اللي مش هيشحت هقتله، واللي مش هيشحت هعمل فيه وهخليه ما ينامش في الشارع، وبيوفر لهم. فاكر كده الفيلم بتاع الكتعة بتاع زمان اللي كانت بتاخد الأطفال تتاجر فيهم، أو حتى فيلم المتسول بتاع عادل إمام، أهو اللي حصل في جيزة خلال الأيام اللي فاتت، نموذج مبسط لفيلم الكتعة وفيلم المتسول. ده خلانا نقف وقفة ونسأل، هو كم متسول ماشي في الشارع؟ وليه مع زيادة الظروف الاقتصادية أو صعوبة الظروف الاقتصادية بدأوا يزيدوا بالشكل ده؟ وليه الشحات المحترم بتاع زمان اللي كان بيمد ايده اديت له أخد وشكرك ووشه في الأرض، ما اديتلهوش بيسيبك ويمشي، ما عادش موجود؟ الشحات اللي موجود في الشارع أو المتسول اللي بنشوفه في الشارع متسول بجح، عينيه قد كده، معاه موبايل ممكن يكون أحسن من الموبايل اللي انت ماسكه، لابس جزمة ولابس هدوم أحسن من الهدوم اللي انت لابسها. والإجابة ببساطة، لأن مع الأسف بعض العصابات حولت عملية التسول من مجرد ظاهرة اجتماعية لربح ومهنة ووظيفة وأداة للتكسب والتربح. حسب هذا الخبر اللي بيقول عندنا، ما تحط لي الخبر يا سيدي الله يرضى عنك، اللي بيقول عندنا يعني خلال الشهر الجاري أو الشهر اللي فات تم ضبط أكتر من 6000 قضية تسول في حملات مكبرة. ده فين؟ ده في محافظة الجيزة لوحدها. 6000 قضية تسول في محافظة خلال شهر واحد في حملة مكبرة. بيقول لك إن محافظة الجيزة تحتل المرتبة رقم واحد في عدد المتسولين، بيليها بعد كده محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية، وبنروح بعد كده لإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى. ظاهرة المتسول أو اللي أصبح بيمتهن التسول وتحول التسول بالنسبة له وظيفة ومهنة، بيفكرنا باللي حصل قبل كام شهر. فاكرين الحاجة غوايش بتاعت محافظة إنا، مركز الوقف اللي بعد ما ماتت وكانت عايشة في عشة قد كده، والناس بتديها فطارها وغداها، واللي رايح واللي جاي لمت شلن على شلن وبريزة على بريزة. لما ماتت الحاجة غوايش لقوا في بيتها مليون جنيه فكة. الخبر ده قبل كام شهور، على العثور على مليون جنيه فكة داخل منزل متسولة في إنا. غوايش أو خيرية زي ما كان الناس بيعرفوها من مركز الوقف التابع لمحافظة إنا. خلينا كده نشوف هذا الفيديو، لحظة العثور على مليون جنيه فكة، جنيهات وإنصص وإربع، في بيت غوايش بعد موتها، واللي كانت بتعتبر أفقر أهالي مركز الوقف، واللي كانت الناس بتطلع من جيوبها عشان تتصدق عليها، عشان قال إيه، كانت دايما بتقول لهم عايز أجيب رغيف عيش. نتابع هذا الفيديو. النهاردة معانا قصة العثور على مليون جنيه فكة داخل حوش مملوك لمتسولة قد توفت منذ 10 أيام، حيث قادة الصدفة أصحاب الحوش والذي كانوا قد تبرعوا به لهذه المتسولة للعيش فيه بالمجان في محافظة قنا، وعثروا على العديد من الأجولة بداخلها الكثير من الأموال ومعظمها من ده. مشهد من داخل بيت المتسولة، شايف الفلوس متعبية ما شاء الله في شولة، في زكايب. الست دي ما كانتش محتاجة، الست دي كانت بتتسول من أجل التسول، الست دي حتى ما استفادتش بالفلوس اللي جمعتها وقسموها ما بين قرايبها اللي ما كانوش بيسألوا فيها. ده أيضا خلانا ندور ونسأل ونشوف ليه إحنا بقى عندنا هذه الظاهرة؟ ليه مصر على حسب كلام بعض المختصين ومنهم المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بيقول عندنا 3 مليون متسول ماشيين في الشارع. تخيل هذا الرقم لما يبقى عددنا 105 مليون،
مننا 3 مليون متسول او شحات، والكلام ده كان في 2017 قبل تفاقم الازمه الاقتصاديه، يعني بنتكلم عن حوالي 3-4% من اجمالي الشعب مع الاسف اما مش لاقي ياكل وياكل عياله فبيمد ايده عشان يشحت، او شايف ان التسول وسيله للغنى السريع والحصول على الفلوس من غير ما يشتغل فبيمد ايده عشان يعمل سبوبه وياكل مليمين. 3 مليون مواطن حسب بيانات رسميه للمركز القومي للبحوث الجنائيه شغالين في التسول، منهم 25% اطفال و33% سيدات والباقي رجالة وعاطلين عن العمل. التسول المنظم أو عمليات التسول المنظم حسب أيضا المركز القومي للبحوث الجنائية قال لك إن خلال العشر سنين اللي فاتوا زاد عملية التسول المنظم بنسبة 200%. إيه التسول المنظم؟ إن في واحد رئيس بيطلع ستات تشتغل أو تشحت أو بيطلع أطفال أو بيتحكم في مجموعة متسولين وشبكة كبيرة بتسلم شبكة، ممكن قائد الشبكة يبقى غني وعنده عمارة وعنده عربية ولكن اللي شغالين تحته إما بيشتغلوا عشان يلاقوا مكان يناموا فيه أو بيشتغلوا تحت التهديد أو بيشتغلوا تحت تهديد الإدمان والمخدرات أو بيشتغلوا باليومية وهي وظيفة زي كل الوظائف. منين بقى جت فكرة التسول المنظم؟ ومنين بقى عندنا الجماعات والمجموعات المنظمة؟ مع الأسف بسبب إعلانات رمضان والتبرع لمصر ومن أو سيل إعلانات رمضانية للتبرع بمصر من يدفع الثمن؟ تلاقي الفنانة الفلانية ولاعب الكرة الفلاني وشاريين مساحة إعلانية على قناة بتبيع الدقيقة مش عارف بمليون جنيه عشان يطلع يقول لك اتبرع ولو بجنيه. تلاقي مستشفيات توعى لنفسك او اوعى لنفسي بيشحتوا عليها زي مستشفى السرطان اللي اكتشفنا انهم خدوا الفلوس والمستشفى اتقفلت. ومش عارف اتبرع عشان تطعم الفقير وتجوز اليتيم وتبرع عشان تعالج الفقراء وتعلم مش عارف مين. بعدها على طول بدقيقه تلاقي مثلا اعلانات الدوله عاملاها عشان عامله مهرجانات او يجي اعلان الشحاته في وسط مسلسل الدوله عاملاه وصرف عليه مليارات. تلاقي كمان المواطن اللي قاعد بيتفرج يقول لك لا ده احنا كده التسول او الشحاته بقت برعايه الدوله، شوف كده الخبر ده او هذه التغريده، مصري بيقول لك اعلانات التبرع في رمضان بتفكرني بمشهد سيد زيان في فيلم البيه البواب. لما التبرعات على لما التبرعات على حس عبد السميع في الاخر ضربهم في جيبه، وعبد السميع في الفيلم هو المواطن، سيد زيان هي الجمعيات الخيريه. وانا عايز اقول لك ان سيد زيان ربما يكون البلد نفسها، البلد اللي في رمضان تحديدا بتنتج افلام ومسلسلات وفقرات وبرامج بتدفع عليها مليارات، هي البلد اللي بتخبط على الغلبان اللي عايز ياخد حسنتين وتقول له تعالى عالج الفقير، تعالى علم اللي مش عارف مين، تعالى جوز اليتيمه، تعالى ادفع مليمين للغارمات اللي ما معهمش فلوس يسدوا اللي عليهم. فده واقع تحول التسول او الشحاته في البلد من سلوك اجتماعي شخصي لمجرد سلوك عام، الدوله هي اللي بتعلم المواطن ازاي يشحت. ايضا فبقى عندنا مواسم للتسول، اعلانات بالملايين من اجل حسنه قليله بيدفعوا في الاعلان ملايين، اما الجمعيه او الشركه أو المستشفى أو الجهات الحكومية. يعني غريبة إنك تلاقي وزارة الصحة المصرية بتطالب المواطن يتبرع لها، تلاقي مثلا وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتطالب المواطن يتبرع لها. فالمواطن بقى اللي عنده في دماغه أو عنده قابلية للانحراف يقول لك طب يا سيدي ما الدولة بتشحت أهي، طب ما اشحت، تعالى كون فرقة وعصابة واعمل جمعية واشحت. وده اللي خلى التسول في البلد مع الأسف برعاية الدولة. شوف كده هذا الخبر أيضا، البرلماني وهو أحد البرلمانيين أو عضو في البرلمان المصري بيطالب وقال إن ظاهرة التسول في إعلانات رمضان أمر غير مقبول ويهين المؤدي. ده كان مين؟ ده كان النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. مشكلة إن الأعلى للإعلام والسيد الصحفي كرم جبر قبل كده أخذ قرار بمنع إعلانات الشحاتة في القنوات المصرية، واللي أصبح موسم رمضان لو عندنا 50 إعلان نصهم إعلانات شحاتة
والنص التاني اعلانات عن الكومباوندات والجماعه اللي ساكنين في الفيلا، تلاقي اعلان اتبرع بجنيه وبعديه على طول اعلان اشتري فيلا ب 2 مليون جنيه، بعديه على طول المسلسل اللي انتجته الدوله دفعت عليه 7 8 مليار جنيه، وانت يا مواطن خش بقى في الخلاط واقعد اتفرج. ده كان كلام كرم جبر الاعلى للاعلام، مش عايزين اعلانات عن طريق التسول والشحاته في رمضان. لو نسمع كده جزء من كلام كرم جبر في برنامج كلمة سر المذاع على قناة صدى البلد، نتابع هذا الفيديو. مهم جدا احنا بننبه بنقطة التسول بالاعلانات، التسول بالشحاتة بالاعلانات، يعني زي بالظبط واحد يقطع ايده دراعه ويلفه كده بميكروكروم او بشاش واقف يشحت في الميادين. فاحنا مش عايزين الاعلانات على طريقة الشحاتة بالعهاد. اعمل اعلان كريم، يعني اعلان على المرضى في المستشفى، ما تعملش لا تهين الطفل المريض ولا تهين المرأة المريضة ولا تهين الرجل المريض لأنك بتقدم له خدمة مجانية، لا يصح وغير مقبول وغير معقول. وكثير من الناس بيشوفوا الإعلانات دي بيشوفوا إن فيها استجداء، إذا كانت يعني فلوس الإعلانات هتيجي بالاستجداء أعتقد إن ما حدش. ده كان كلام كرم جبر. بعد هذا الكلام بسنة واثنين وثلاثة زادت الإعلانات الطقطقين، وده طبعا تأسيسا على كلام عبد الفتاح السيسي نفسه اللي أسس لهذا المبدأ لما طلع كده وقال صبح على مصر بجنيه. من الآخر يعني، من الآخر يعني، اللي أنت عايز تمنع الجمعية الفلانية اللي بتقول اتبرع علينا بجنيه، وعايز تحرم مش عارف الوزارة الفلانية اللي بتقول اتبرعوا عشان تقفوا جنب الفقراء. طب ما ده كلام السيسي اللي اتذاع على كل القنوات والعالم كله شافه، واللي قال اتبرع لمصر بجنيه، وفي الآخر نكتشف إن جنيهات وملايين الجنيهات ومليارات الدولارات بتندفع على السجاد والنجف والحاجات أكبر وأطول وأضخم وأحسن نجفة وأكبر ثرية علم وأضخم كنيسة وأكبر مستشفى. لا مفيش مستشفى، خلي بالك، ده أكبر كنيسة وأكبر جامع وأطول ثرية علم. اسمع كده كلام عبد الفتاح السيسي هو بيقول صبح على مصر بجنيه، وتأسيسا لفكرة تسول الدولة على حساب المواطن. كلنا ده لو كل يوم 10 مليون من ال 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنه ب 4 مليار جنيه. احنا بنتكلم كتير. من يوم صبح على مصر بجنيه في 2016 اصبح لغه اديني جنيه او اتبرع بجنيه او وفر جنيه او اتنازل عن جنيه هي اللغه السائده في الاعلام المصري، وايضا بقت اللغه السائده في الشارع المصري، وبقت اللغه السائده في الدراما والاعلانات المصريه. جمعيات بقى عندها ميزانيه وارصده بالمليارات. وبالمناسبه خليني اقول لك حته قالها لي احد المشايخ، القانون المصري بيتيح للجمعيات الخيريه انها تاخد 20% مصاريف اداريه من التبرعات اللي بتلمها، ده حسب القانون المصري. في حين ان شرعا، واسالوا فيها بقى الجماعه المشايخ، لا يجوز ان الجمعيه اللي بتلم فلوس تاخد اكتر من 5 ل 12.5% من اجمالي فلوس. حتى الفلوس اللي انت بتديها للجمعيات في شبهه شرعيه ان هم بياخدوا اكتر من حقهم تحت اسم مش عارف مصاريف اداريه، وجبنا الفنانه فلانه عملت اعلان، والفنان فلان قال اتبرع، والرياضي الفلان قال اتبرع. تلاقي نفسك الفلوس اللي بتدفعها بياخدوها يصرفوها على الاعلانات والبهرجه والفنطزه على الفاضي عشان يقولوا ان احنا بنلم فلوس وبنعمل. على النقيض او على صعيد اخر بدا يظهر عندنا الشحات المليونير. ده تناقض غريب جدا، شحات ومليونير متسول وعنده عربيتين وعماره. الست غوايش بتاعت الوقف في قنا شحاته متسوله كانت بتقول اديني لقمه عايز افطر، وكان عندها مليون جنيه فضه او مليون جنيه فكه. فبقى عندنا متسولون لكن اثرياء. قصص عجيبه عن مليونيرات الشحاته. خد بقى بعض هذه القصص. الشحاته المليونيره ودي بتاعت مركز الشرقيه، اكتشفوا عند الست دي 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه ده طبعا مشهد من الوقف من هنا الست الشحاته غوايش الله يرحمها. ديني بقى الخبر اللي بعده عشان نروح للست الشحاته بتاعت محافظه الشرقيه. اهي الشحاته المليونيره جمعت 6 مليون وعليها 35 قضيه. ده الكلام ده كان في مارس 2023
ست قبضوا على شحاتة في شوارع الشرقية أو في شوارع القاهرة وهي أصلا بتقيم في الشرقية، واكتشفوا أن أرصدتها في البنوك 6 مليون جنيه وعليها 35 قضية تسول. طب دي اتقبض عليها أول مرة واتعمل لها قضية، تاني مرة واتعمل لها قضية، 20 مرة واتعمل لها قضية، 35 قضية تسول معمولين للست دي وما وقفتش. ليه؟ لأنها شايفة أنها بتعبي فلوس 6 مليون جنيه. متخيل الرقم الضخم ده؟ أنت لو دكتور أو مهندس عشت حياتك كلها تشتغل شغلانتين وثلاثة مش هتعرف تجمع نصهم أو ربعهم. اتفرج كده على الشحاتة البليونيرة اللي قبضوا عليها وهي عندها 6 مليون جنيه، وتابع. ساكنة في قرية سمهوت من يلقمح الشرقية، كنت لميت فلوس من أهالي القرية عشان أتاجر بيها في الأجهزة الكهربائية، معرفتش أرجعها ليهم الفلوس بتاعتهم، فهربت ورحت قعدت في الإسماعيلية. فكرت أجيب فلوس منين، فنزلت أشحت في الشارع والمناطق الغنية عشان أشحت من الناس، وبلبس النقاب عشان محدش يعرفني والناس تفتكرني متدينة، وبروح التجمع ومدينة نصر واستعطف المواطنين واحكي حكايتي بصوت عالي. مشكلة ان انتشار زي الشحاتة دي وانتشار زي العصابات اللي بتشحت، جماعة اللي بيشدوا ويهبشوا ويرزلوا على مخاليق ربنا في الشارع، خلى ان الفئة المحتاجة اصلا ملهاش مكان. زمان كان مين بينزل الشارع؟ اللي محتاج. النهاردة اللي محتاج بينزل، والعصابات بتنزل، والمليونيرات بتنزل، والطماعين بتنزل، واللي شايفين الدولة بتشحت فعايزين يقلدوا الدولة. وكمان ايه ده، كل واحد ليه منطقة نفوذ، تلاقي كل عصابة تقول لك لا ما توقفش هنا يا بيه، ده انا عايز اخد لقمة، لا ده المنطقة دي بتاعتي. فبقى الشحات او بقى المواطن اللي هم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف زي ما قال ربنا، ما عادش ليه مكان في الشارع، ما عادش ليه مكان أيضا عند الجامعات، عند الجمعيات الخيرية، لأن الجمعيات الخيرية تلات أرباعها اتقفل واللي فاضل تبع الحكومة، والحكومة بتلم الفلوس وبتحطها في جيبها أو بتعمل بيها المشاريع والكرتونة الدوارة وبتاعت تحيا مصر والكرتونة اللي بيستخدموها في الانتخابات والحفلات بتاعتهم والوقفات والتفويض. ما هي الكرتونة بتاعت التفويض دي خلي بالك انت اللي دافع تمنها لما تبرعت للجمعية اللي كانت بتقولك اتبرع ولو بجنيه. الكرتونة اللي بتتوزع في الانتخابات رشاوى انتخابية من الجمعيات اللي بتروح لتحيا مصر دي برضو بتيجي من الحاجات دي، إلا قليل طبعا بعض الجمعيات الموثوقة اللي بتوثق أو بتوصل التبرعات لأصحابها. شايف كده بعضهم يمتلك ملايين وسيارات، ده بيزنس التسول، بيزنس التسول طريق الثراء أو الغنى السريع في مصر. ده خبر. الخبر اللي بعده أيضا بيقول لك متسول مليونير في قطر القاهرة، وخد من ده بقى كتير للصبح. أعتقد حضراتكم كنتوا شهود على عشرات هذه الوقائع. طيب منين بقى بيجيبوا الأطفال اللي بيتسولوا؟ ودي نقطة في منتهى الخطورة. بسبب انتشار عصابات التسول بدأ ينتشر معاها ما يسمى عصابات خطف الأطفال. ما أنا عايز عيال تشتغل، وعيل أقلع له عين واكسر له إيد وعور له دماغ وعمل له بشلة وسيبه من غير هدوم، وواحدة ست رمي عيل على الأرض. معظم الأطفال دي بتبقى أطفال مسروقة أو من أطفال الشوارع. شوف كده الخبر ده، ألاعيب الشحاتين بمصر بيستغلوا العاهات والأمراض والأطفال لجمع الأموال، بيتخفوا في بيع المناديل والأذكار ومسح العربيات. أحدث أساليبهم محفظة ضاعت، وأشهر متسول في المعادي بيجمع 150 ألف جنيه شهري. يا بلاش، أنا بيتهيألي الوزير في دولة محترمة مش في بلدنا يعني، او في نظام، انا اسف، احنا بلدنا محترمه طبعا، في نظام محترم مش في النظام بتاعنا، ما بيتحصلش على الاقل على 150 الف جنيه. وحته محفظتي ضاعت، تخيل انت كنت زمان ايام ما كنت في الجامعه بركب من الموقف، فضلت طول السنه، اول مره قابلتني واحده شكلها حلو وشيك ولابسه شيك وبنت ناس ونضاره شمس وشنطه مش عارف ايه، ويا استاذ يا استاذ انا رايحه دمنهور ومحفظتي ضاعت وعايزه بس 3 جنيه.
يا نهار ابيض، ده انت لو مفيش في جيبك ولا مليم هتطلع اللي في جيبك كله وتديهولها. ده عزيز عزيز قوم ذل. اسبوع نفس الست، اسبوعين نفس الست، السنه اللي بعدها لقيتها بقى المره دي مش عايزه تروح دمنهور، لا دي عايزه تروح اسوان عشان بدل 3 جنيه تاخد منك 30 جنيه. شايف عصابه نساء والاتجار بالبشر ضبط 3 سيدات لاستغلالهن الاطفال بالتسول، وده مع الاسف كان ايضا في محافظه الجيزه الموبوءه بهذه الظاهره. ايضا القبض على عصابه لاستغلال الاطفال بالتسول في الطلبيه، ده ايضا تم القبض على 14 طفل بحوزتهم. اما في كفر الشيخ ففي زعيمه واحده ست اسمها عطيات، كانت معروفه باسم انشراح، دي ايضا كانت زعيمه عصابه، سقوط زعيمه عصابه خطف الاطفال من امام مدارس كفر الشيخ وبيعهم في البحيره لاستخدامهم في عمليات التسول. للاسف ظاهره التسول دي او التسول الممنهج بدأ يخلي ناس ذات فكر وعقل تستفيد من الموضوع. يعني الخبر ده خبر صادم ليا شخصيا، اعتقد هيكون صادم ليك لما تبقى استاذه جامعيه، القبض على استاذه جامعيه عذبت ابنها وكوته بالنار لاجباره على التسول، ده يخليك تقف قدامه كتير جدا. ايه اللي يخلي استاذه جامعيه دكتوره مثقفه اكاديميه تعمل كده في ابنها عشان ينزل يتسول؟ لانها شايفه ان الشحات اللي في الشارع دخله اعلى من دخل استاذ الجامعه. شايف الخبر حسب بيان وزاره الداخليه بعد تداول مقطع يظهر خلاله بعض الاشخاص حال حديثهم عن ام تعتدي او تتعدى على نجلها بالضرب واحداث اصابه لالحاق الاذى ورفض علاجه من التسول واستعطاف المراه واستجدائهم او المراه واستجدائهم. البيان بيقول بعد كده اكتشفنا ان هذه السيده استاذه جامعيه. معنا بعض التعليقات. اسحاق بيقول اقدمت استاذه جامعيه مصريه على ارتكاب جريمه بشعه في حق طفلها، عذبته بالنار لاجباره على التسول. ده كان بعض من التعليقات على هذا الخبر الصادم. ده بيقول مش دي بس مش دي الازمه الوحيده، الازمه الاكبر انها نفس الست اتهمت اخوها واتحبس بسبب اتهامها، ده كانت واقعه اخرى لاستاذه الجامعه. ايضا يعني خليني اخد اخبار اخرى ايضا في ذات السياق. زوج بيحلق شعر زوجته عشان يجبرها على التسول، وده لانه بيشتري مخدرات او لانه عاطل او مش عارف تقدر تقول مدمن. ده الخبر اهوت، زوج بيحلق شعر زوجته لاجبارها واطفالها على التسول. الخبر اللي بعده ايضا النتيجه بقى عشان ايه نقفل هذا الملف الصادم. نتيجة هذه الأخبار ونتيجة الثلاثة مليون متسول بقى رقم واحد في الريفيو بتاع أي سايح بيجي بلدنا يقول لك الشحاتين. اسمع كده أو خش اتفرج على المواقع بتاعة السياحة وشوف رأي السياح الأجانب في مصر. أول حاجة بيعلقوا عليها أو ثلاث حاجات: التحرش من أول الضابط أو العسكري بتاع المطار وصولا لبعض المرة في الشارع، تاني حاجة التسول والشحاتين اللي في كل حتة، وتالت حاجة عدم النظافة والاهتمام بالأماكن السياحية. تقول لي احنا وصلنا لكده فين؟ أقول لك لأن ده سلوك الدولة، الدولة هي اللي أسست لفكرة التسول والشحاتة، فبقى عندنا دولة بتشحت من المواطن وعصابة بتمشي العيال عشان يشحتوا من المواطن. أعتقد كان معانا فيديو يا شباب، فيديو حصري بعته لنا أحد متابعي البرنامج من احد شوارع القليوبيه للاطفال، اطفال الشوارع اللي نايمين في الشارع وبيتم استغلالهم في عمليات التسول الممنهج على ايد بعض العصابات. نتابع هذا الفيديو.
ده اهالي القليوبيه عارفينه كويس، ده النفق المؤسسه في منطقه شبرا الخيمه في القليوبيه، يوميا بتلاقي الاطفال دول نايمين بيناموا بالليل بالشكل ده، الصبح بناس بتلف عليهم تاخدهم على عربيات حنطور او فتكاتك يوزعوهم على نقط التسول.